نهر اللجين يسيل من شفتيه ومناظم الفيروز رهن يديه. هذه العلوم تمنطقت برحالها وحجيجها سارت إلى ركنيه. ما زالها طالا كوابل مزنة نسقي فيا في القلب من جنبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذا البرنامج الذي نبحر من خلاله في علم من أعلام الأمة، نستفيد ونستخلص من كلامه دروسا وعبر نستفيد منها في حياتنا وأخرانا. فإلى كلامه رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله: كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده، ولا بد حتى في الأعمال، من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق. منها فوائد: أولا، ما يعمله الإنسان من قول وفعل لا يخلو أن يكون حقا أو باطلا، وهما أمران متضادان ولا بد من أحدهما، فليمحص الإنسان وليدقق وليتأنى. على قدر ما يكون معك من الحق في قولك وفعلك يقل الباطل فيهما، والعكس صحيح، فعلى قدر ما يكون معك من الباطل في قولك أو فعلك يقل الحق فيهما. الحق لا ينبغي رده أبدا ولو من أشد الناس عداوة، لأن رده يعني رد الحق. فيها تربية على اتباع الحق والدليل والعقل الصحيح والمنطق المقبول والدوران معه حيث دار بغض النظر عن قائله، وهذا غاية العدل الذي تربي عليه الشريعة أتباعها. هذا أيضا حتى في السلوك والأخلاق وتزكية النفس، فمن أعرض عن الحق فيها وقع في سلوك وخلق باطل. فيها تربية على عدم الاستعجال بالرد على الأقوال، وإنما التمهل والتفكر وتمييز الحق من الباطل ليقبل الحق ويبطل الباطل. فيها تجريد الرد على الأقوال الباطلة لأنها باطلة، وليس لبغض قائلها أو للتعصب للآراء المخالفة أو محبة قائليها أو حمية وعصبية مقيتة. فيها أن الباطل قد يشاب بحق ليسهل قبوله، وإذا تأملت حجج الناس لأقوالهم ولو كانت ظاهرة البطلان وجدت أنهم يخلطون مع باطلهم حقا من خلاله يروجون لباطلهم، فالعدل ألا يرد الحق. فيها أن الباطل لا يسكت عنه ولو خلط معه حق، ولا يعني وجود الحق السكوت عن الباطل. شكرا لكم أعزائي المشاهدين لمتابعة هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة متجددة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهر اللجين يسيل من شفتيه ومناظم الفيروز رهن يديه. هذه العلوم تمنطقت برحالها وحجيجها سارت إلى ركنيه. ما زالها طالا كوابل مزنة نسقي فيا في القلب من جنبيه.